متابع بنكير في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. ونشرة اخباريه جديده هنتابع فيها اخر التطورات في القطاع الاقتصادي وكل ما هو جديد في عالم الاسواق، والبدايه بالعناوين. مورغان ستانلي: الجنيه المصري يتعرض لضغوط والفايده سترتفع 400 نقطه. مجلس الوزراء ينفي اهدار مليارات الجنيهات على انشاء حواجز الحمايه من اخطار السيول. ايساغا: مخاوف التعويم المحتمل تدفع اسعار الذهب والصوف. صندوق مصر سيادي يوقع عقدا لتحويل مقر وزارة الداخلية إلى مجمع متعدد الاستخدامات. انتهت العناوين وإلى التفاصيل. بانكير، نبض البنوك. توقع بنك مورغان ستانلي أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس إلى 20.25% بحلول يوليو المقبل. وأشار البنك لأن أرقام التضخم القياسية المسجلة الشهر الماضي والضغط المتزايد على الجنيه يدعمان احتمالية رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس على الأقل هذا الشهر. من جهة ثانية، توقع محللون استطلاع رويترز آرائهم أن يرفع المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع الخميس لكبح معدلات التضخم المرتفعة. وبحسب متوسط التوقعات، سيرفع البنك سعر الفائدة على الإيداع إلى 18.25% وعلى الإقراض 19.25% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية. يذكر أن البنك المركزي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الماضي، وهو مجاء مخالفة للتوقعات. تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إهدار مليارات الجنيهات على إنشاء حواجز الحماية من أخطار السيول على طول وادي العريش دون تحقيق أي استفادة من مياه الأمطار. وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لإهدار مليارات الجنيهات على إنشاء حواجز الحماية من أخطار السيول على طول وادي العريش دون تحقيق أي استفادة من مياه الأمطار، وأن أي مخصصات مالية خاصة بهذا الشأن يتم توجيهها بهدف الاستفادة المثلى من مياه السيول على طول وادي العريش، والذي يعد من أكبر أوديات شمال سيناء من حيث المساحة وكميات المياه التي يستوعبها. وأشارت وزارة الري إلى أن السيول الومضية سبق لها إغراق مدينة العريش بالكامل في عام 2010، وقد تم إزالة التعديات على المجرى الطبيعي للوادي وصيانة المجرى وتنفيذ جسور لحماية المدينة ومنشآتها الحيوية والبنية التحتية بها. كما تم إنشاء بحيرة صناعية وخمس أحواض تهدئة لمياه الأمطار بسعة 1.5 مليون متر مكعب بقرية أولاد علي لحصاد هذه المياه. وسيتم البدء في إنشاء بحيرة صناعية وحاجز خلفها على وادي الأرزاق بسعة إجمالية 7 مليون متر مكعب لحصاد الأمطار. تشهد أسعار الذهب حالة من عدم الاستقرار في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع ترقب اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل، بجانب المخاوف بخفض المحتمل للجنيه أمام الدولار، بينما ارتفع سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية بفعل ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية. لكن انحصار مخاوف أزمة النظام المصرفي العالمي حد من ارتفاع المعدن الأصفر. وقال سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة أيساغا لتداول الذهب والمجوهرات في تصريحات له اليوم إن أسعار الذهب تشهد حالة من عدم الاستقرار مع ترقب الأسواق المحلية لاجتماع لجنة السياسة النقدية من البنك المركزي المصري الخميس المقبل، مع تزايد توقعات برفع أسعار الفائدة بمقدار يتراوح ما بين 200 إلى 300 نقطة أساس وسط تسريبات بخفض المحتمل للجنيه أمام الدولار، في ظل تحرك سعر صرف الدولار بالسوق الرسمي لحوالي 30 جنيه و90 قرش، بجانب تحركات الأسعار بالسوق الموازي. وأضاف إمبابي أن أسعار الذهب ما زالت تشهد تقلبات سريعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات اليوم عند مستوى 2050 جنيه، ثم ارتفع لمستوى 2075 جنيه، بينما سجلت الأوقية مستوى 1957 دولار. وأشار إلى أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2372 جنيه، وسجل جرام الذهب عيار 18 1779 جنيه، وسجل جرام الذهب عيار 14 1384 جنيه، بينما سجل جنيه الذهب حوالي 16600 جنيه.
أعلن صندوق مصر السيادي توقيع عقد تطوير مقر وزارة الداخلية السابق مع شركة A Developments لتطوير المشروعات العقارية لتحويل مقر الوزارة إلى وجهة متطورة متعددة الاستخدامات في قلب منطقة وسط البلد. وتشمل خطة تطوير المشروع من صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار تحويل مقر الوزارة إلى أول منطقة معنية بالابتكار وريادة الأعمال وفقاً لأفضل المعايير العالمية، لتضم محال تجارية ومكاتب إدارية وفرعاً لإحدى الجامعات الفرنسية. وتم وضع رؤية وخطة تطوير استناداً إلى نتائج الدراسات التي أجراها صندوق مصر السيادي لتحديد أفضل تصور لاستخدام واستغلال المجمع، وذلك قبل البدء في عملية طرح المشروع. ويعتمد نموذج الشراكة بين صندوق مصر السيادي وشركة A لتطوير المشروعات العقارية على القيام الأول بتأجير مجمع مقر وزارة الداخلية سابقاً إلى الشركة مقابل الحصول على إيجار ثابت وحصة من إيرادات المشروع. وسيتم ضخ استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه من قبل شركة A لتطوير المشروعات العقارية لتطوير المجمع وتأجيره وتطوير المجمع وفقاً لرؤية الصندوق لتحويله إلى منطقة ابتكار متعددة الاستخدامات معتمد على أعلى معايير الاستدامة من خلال الحصول على شهادة الليل وتوفير مساحات خضراء في قلب القاهرة التاريخية. وينقسم المشروع إلى عدة مراحل، ومن المخطط الانتهاء من المرحلة الأولى في نهاية هذا العام 2023، إذ يقع مجمع وزارة الداخلية السابق في قلب وسط القاهرة ويتكون من 7 مباني بمساحة تبلغ 39,895 متر مربع. وبكذا تكون خلصت نشرتنا، كانت معاكم هبة محمد. بانكير نبض البنوك.